من المهم وجود نظام آمن وسري لجمع وتخزين ومشاركة المعلومات عند القيام بعملية إدارة الحالة الخاصة بالطفل في الطوارئ. تساهم إدارة المعلومات بشكل فعال في مساعدتنا على بناء المسؤولية وتعزيز دعمنا للأطفال وأسرهم ومساعدتهم على الشفاء والتعافي. يجب على ممثلي إدارة الحالة التأكد من أن جميع أفراد كادر العمل قد فهموا مبادئ إدارة المعلومات وامتثلوا لها، وهذه تتضمن متابعة لأفضل الممارسات الخاصة بالتالي: التوثيق هو عملية جمع وتخزين المعلومات الخاصة بالأطفال. حفظ السجلات هو مسؤولية مهنية وأخلاقية. الوصول واستعمال قاعدة البيانات، مشاركة المعلومات مع الآخرين. تغطي إدارة المعلومات ضمن إدارة الحالة 4 مناطق رئيسية: 1. استمارات إدارة الحالة لتوثيق حالات الأفراد. 2. قاعدة بيانات إدارة الحالة. 3. تقييم الصدمات لحماية البيانات. 4. سياسات مشاركة المعلومات وحماية البيانات. استمارات إدارة الحالة: قامت فرقة عمل إدارة الحالة بتطوير الاستمارات النموذجية لإدارة حالات حماية الأطفال في الأوضاع الإنسانية. تعمل هذه الاستمارات على إرشاد الباحثين الاجتماعيين خلال كل خطوة من إجراء إدارة الحالة، في حين أنها أيضاً تحدد الاتجاهات المستجدة في البيانات التي تم جمعها. هنالك 9 استمارات أساسية تغطي الخطوات الرئيسية في إجراء إدارة الحالة والتي ينبغي استخدامها في كل سياق ولكل حالة. تشمل: 1. استمارة الموافقة والقبول. 2. استمارة تسجيل الحالة والتقييم الأولي. 3. استمارة التقييم. 4. خطة إدارة الحالة. 5. استمارة الإحالة. 6. استمارة الخدمات المقدمة. 7. استمارة المتابعة. 8. استمارة المراجعة. 9. استمارة إغلاق الحالة. بالإضافة إلى ذلك، فهنالك 16 استمارة إضافية توفر أدوات إضافية ومتقدمة والتي يمكن استعمالها اعتماداً على احتياجات الحالة والسياق. يجب أن تكون طريقة حفظنا لمعلومات الأطفال متطابقة مع المبادئ الأخلاقية والقانونية والسرية، حيث يجب أن يكون هنالك على الأقل ملف حالة منفصل لكل طفل، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية المقدمة بشكل قياسي ومنتظم. رمز لا يحدد هوية الطفل يكون مخصصاً لكل ملف حالة ويوضع على الغلاف الأمامي. توثيق لكل عمل اتخذ: قسم منفصل لكل ملف تتم الإشارة إليه، سري للغاية لتخزين المعلومات الحساسة. يجب أن تحفظ الملفات في مكان آمن مع إمكانية وصول مقيدة كخزانة ملفات مقفلة. يجب الاحتفاظ بنظام ملفات منفصل للملفات الحساسة للغاية مع تعليمات حول كيفية إتلافها في حال حدوث إخلاء. قاعدة بيانات إدارة الحالة: من المهم على وكالات حماية الطفل الاحتفاظ بقاعدة بيانات سرية مثل CPIMS+، نظام إدارة المعلومات لحماية الأطفال أو Progress Version 4. يجب على كل قواعد بيانات إدارة الحالة أن تكون قادرة على أداء الآتي: مراجعة إجراء إدارة الحالة ملياً، تفعيل الأطر الزمنية للحالات الفردية من أجل تجهيزها ومتابعتها. يجب أن تكون متوافقة عن طريق استعمال الاستمارات القياسية وتسهيل الإحالات المشتركة بين الوكالات. دعم إدارة عدد الحالات من خلال مراجعة عدد الحالات وتعيين الحالات للباحثين الاجتماعيين بشكل منفرد. تقييم الصدمات لحماية البيانات: بإمكان جمع ومعالجة البيانات الشخصية زيادة عوامل الخطر للأفراد والمجاميع والمنظمات. يوجه تقييم الصدمات لحماية البيانات أو DPIA ممثلي حماية الطفل من خلال عملية تحديد وتقليل مخاطر البيانات والتي يمكن أن تحدث عند استخدام أنظمة إدارة المعلومات المشتركة بين الوكالات. يعد تقييم الصدمات لحماية البيانات
هو إجراء استشاري مشترك بين الوكالات، حيث يعمل على توفير توصيات تخص تجنب أو تقليل أو تخفيف المخاطر المرتبطة بجمع وتخزين وتحليل ومشاركة البيانات الشخصية. سياسات مشاركة المعلومات وحماية البيانات. عندما يتعلق الأمر بجمع وتخزين ومشاركة المعلومات الخاصة بالأطفال، فإن سياسات مشاركة المعلومات وحماية البيانات توفر إرشادات واضحة حول ما يمكن لممثلي حماية الأطفال فعله وما لا يمكنهم فعله. توضح سياسات حماية البيانات القواعد والقوانين التي يجب اتباعها عند جمع ومعالجة وتخزين واسترجاع البيانات المتعلقة بالأطفال وأسرهم. تعد سياسة مشاركة المعلومات أمراً بالغ الأهمية عند مشاركة المعلومات الشخصية للطفل عبر الوكالات لضمان سرية المعلومات. على الرغم من أن مشاركة المعلومات هو جزء رئيسي من عملية التعاون والتنسيق المشتركة بين الوكالات، إلا أنه يجب النظر بعناية في الفوائد والمخاطر المحتملة للقيام بذلك. يجب أن يكون إجراء مشاركة المعلومات موجهاً فيما يصب بمصالح الطفل الفضلى عن طريق اتباع مبادئ عدم إلحاق الأذى والسرية، ويجب أن تشارك المعلومات فقط على أساس الحاجة إلى المعرفة. تعد إدارة المعلومات المرتبطة بحالات الأطفال عنصراً رئيسياً في إدارة الحالة وتقديم الخدمات ذات الجودة للأطفال وأسرهم.